أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم دائما أن نختار لكم رجال وسيدات أعمال مميزين، ومن زاوية سيدات الأعمال اخترنا لكم الآنسة لميس، مؤسسة مطعم سوفينير. في بداية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر على حضرتك آنسة لميس، تفضل. أنا لميس من الجزائر، مقيمة داخل دولة الإمارات إلي 10 سنين، وحاليا أنا صاحبة مطعم سوفينير. ما شاء الله. حابين نتعرف على فكرة تأسيس مطعم سوفينير، من وين جاءتك الفكرة؟ إجتني هي الصراحة، أنا بحب شغلتين اللي هو شوي بالطبخ شوي من الديزاين، فجمعتهم بفكرة وعملت المشروع المطعم. ما شاء الله ما شاء الله. واضح أكيد، يعني إحنا دخلنا وشوفنا الديزاين، ما شاء الله ديزاين جميل جدا وجلسة مريحة أيضا بداخل المطعم. شكرا. حابين آنسة لميس نعرف السادة المشاهدين على الأطباق اللي بتقدموها في مطعم سوفينير. إحنا كوننا موجودين بداخل دولة الإمارات وجنسيات كتير، فهو مطعمنا عالمي على ميكس أكتر إشي بين إيطالي وفرنسي وإنجليزي، وكمان في عندنا أطباق جديدة بدها تكون اللي هي عبارة عن تركي، وكمان أطباق خليجية بتكون متواجدة الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. إضافة للمنيو يعني. إن شاء الله. يعني بطبيعة الحال بدولة الإمارات وخاصة دبي تعدد بالجنسيات، جنسيات كثيرة من جميع أنحاء العالم، فخلينا نقول يعني الأطباق اللي بتقدموها في مطعم سوفينير ترضي جميع الجنسيات وجميع الأذواق. هذا هو الهدف. ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى لكم طبعا دوام التقدم والنجاح. كل إكسر. حابين نعرف على الإشي اللي بيميزكم، شو الإشي اللي بيميزكم؟ إحنا اللي بيميزنا كأطباق، اوكي كطبق احنا عندنا كل طبق اوروبي بنعمله بنعمله اصلي بدون اي اضافات ثانيه، اللي هي بتعرف انه في اطباق بتتطور، بس احنا دائما بنحاول نحافظ على الطعم الاصلي تبعها، نقدمها بشكل تقليدي اكثر. هذا هو الهدف حتى من الديزاين تبعنا، انه هو دائما رايح على الكلاسيكي والاقدميه. ما شاء الله ما شاء الله. آنسة لميس، حابين ايضا نتعرف على الرؤيه المستقبليه لحضرتك والخطط المستقبلية، وين نشوفكم بالمستقبل، شو مفكرين لنطور من مطعم سوفينير بالمستقبل؟ أكيد. هلأ إحنا من وقت اللي فتحنا بيجونا ناس كتير، زباين من أبو ظبي ومن رأس الخيمة وهيك، فدايماً بيحسوا أن المكان كونه بدبي شوي بعيد عليهم، فالخطوة التالية بدنا نحاول نفتح فروع إن شاء الله بإمارة أبو ظبي وإمارة رأس الخيمة، هيك بكون إحنا قربنا للناس أكثر إشي، فهذا من أول خطوات اللي إحنا نعملها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا ربي بنشوفكم بالمستقبل القريب على مستوى السبع إمارات وعلى أكيد مستوى إن شاء الله. الوطن إن شاء الله. العربي إن شاء أكيد الله. أكيد أكيد يا رب. الطموح زي ما بقوله ليس له سقف، يعني مفتوح. طيب. ان شاء الله وان شاء الله يا رب نتمنى لكم كل التوفيق آنسة لميس. حابين اليوم نطرح عليك سؤال كسيدة اعمال مقيمة اكثر من 10 سنوات بدولة الامارات، شو بتعني لك نعمة الامن والامان بدولة الامارات العربية المتحدة؟ هلا مثل ما انت حكيت انه الواحد بس يستقر بالدولة ويصير له 10 سنين، فهذا اول شيء بفكر فيه انه راح يفتح مشروع ولا يستثمر بالبلد اللي هو صار فيها اوريدي 10 سنين، فهذا دليل انه هو مستقر من ناحيه الامان والقانون وتسهيلات لكل الاستثمار اللي موجوده داخل الدوله، فهذا اكيد مشجع انه كانت اني افكر افتح مشروعي، اول مشروع لي داخل دوله الامارات. اكيد بالطبع. حابين اليوم يعني نوجه رساله شكر من الآنسة لميس وايضا من مطعم سوفينيرز لحكام شيوخ دوله الامارات العربيه المتحده على الجهود اللي بذلوها للمحافظه على نعمة. اكيد اكيد. ما هم الشيء الاساسي دائما، اي يعني كوني اعتبر حالي اني انا شابه، يعني هذا اي شاب لما يكون بدولة الامارات بيشوف شو الشغلات اللي بتخليه انه هو يستقر ويفتح اي مشروع، من هي من وراء الدعم للشيوخ على الامن والامان، تسهيلات لكل اجراءات لحتى يعمل اي مشروع داخل أكيد. الدوله، فاكيد بنتشكر كل الحكام داخل الدوله.
أكيد. وأيضا نتوجه عبر قناة ABC برسالة شكر لجميع حكام شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة على المحافظة على نعمة الأمن والأمان. نتمنى طبعا من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع دول العالم أجمع بإذن الله تعالى. قبل نهاية برنامجنا آنس لميس، حابين نعرف السادة المشاهدين على الموقع الجغرافي لمطعم سوفينير وأيضا كيفية التواصل معكم. احنا موجودين بإمارة دبي بالواحد السيليكون دبي ديجيتال بارك. التواصل هو موجود، احنا أرقمنا على الجوجل والسوشيال ميديا، ففي أي واحد يقدر يوصلنا بسهولة جدا لأنه موقعنا موجود بنص دبي تقريبا، فسهل الوصول إليه إن شاء الله. أكيد. إذا سهولة بالوصول عبر الموقع الجغرافي، وأيضا سوف تظهر لكم أعزائي المشاهدين جميع وسائل وأرقام الهواتف الخاصة بمطعم سوفينير. في نهاية برنامجنا حابين نتشكر جزيل الشكر آنس لميس، وإن شاء الله يا ربي بيكون لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن. إن شاء الله. وأنا كمان بتشكركم إلكم لأنكم زرتوني اليوم. شكرا. شكرا مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.